منتدى الحكومة الإلكترونية السابع والذي حمل عنوان الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية انطلق باهتمام حكومي كبير بدور برامج الحكومة الإلكترونية وتفعيلها على نطاق واسع. المنتدى سيستمر على مدار 3 أيام وسيتمحور حول الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحاضرات المتعلقة بالاتجاهات والتقنيات الحديثة للحكومة الذكية. تمت الاستعانة بلجنة فنية لتقدم الدعم والتوجيه الاستراتيجي من خلال التنفيذ السليم ومتابعة جهود الفرق الفنية المتخصصة في تحديد الرؤية والمهام والأهداف ووضع الخطط اللازمة لتطوير المجالات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وتتلخص تلك الخطط في تطوير إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإعداد استراتيجية وطنية ووضع مؤشرات أداء وقياس لتكنولوجيا المعلومات. هذا وستكون ورشة عمل متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء محط الأنظار للجهات الإدارية في القطاعين العام والخاص، حيث ستقدم نظاما آليا متكاملا يتيح للمؤسسات بمختلف أنواعها وضع استراتيجياتها وتحديد أهدافها وخططها ومؤشرات أدائها، وكذلك متابعة تنفيذ تلك الخطط آليا وربط ذلك بالاستراتيجيات والأهداف. يرتدي منتدى الحكومة الإلكترونية هذا العام حلة جديدة من خلال إقامة ورشتي عمل خلاله تتناول الأولى برنامج آلي متكامل لمتابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء في المؤسسات، وهذا النهج يعد حاجة ملحة لقيام المؤسسات بدولة الكويت بإدارة استراتيجياتها وتنفيذ مشاريعها وقياس أدائها على أسس علمية وآلية جديدة ومتواصلة لضمان نجاحها. المنتدى سيتناول أيضا التخطيط وتطوير الخدمات الحكومية الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد ثورة تكنولوجية جديدة بدأت تأخذ أبعادا متطورة وغير مسبوقة في قدرة البرمجيات وتطبيقاتها، مدعومة بالقدرات المتنامية لمراكز الحوسبة الأكثر تطورا.